على الجانب المقابل خلاص هنشهد في دور الثمانية أول مواجهة نارية وتكرار لنهائي نسخة 78 بين الأرجنتين والبطل غير المتوج منتخب هولندا. طبعا منتخب هولندا قدر يحقق عدد من الأرقام المميزة في تاريخ كأس العالم بعد الفوز المستحق على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 في دور ال 16 امبارح على استاد خليفه الدولي عشان يتأهل للدور ربع النهائي لملاقات الارجنتين. كان لنجم انتر ميلان دينزل دومفريس اللي سجل هدف وصنع هدفين، وكمان ممفيس ديباي نجم برشلونه اللي سجل هدف، والبديل تشافي سيمونز والمدرب الكبير لويس فان كال طبعا ليه النصيب الاكبر من ارقام هذه المباراه. ديباي مثلا سجل الهدف رقم 43 في مسيرته مع منتخب هولندا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب متخطيا النجم السابق للطواحين هونتلر. واصبح ديباي على بعد 7 اهداف فقط من رقم روبن فان بيرسي الهداف التاريخي للطواحين. اما دومفريس فبقى اول لاعب هولندي يصنع هدفين في الشوط الاول من مباراه في كاس العالم. كمان دالي بلند اللي كنا بنتكلم عليه في البداية بقى وهو عمره 32 سنة و296 يوم تاني أكبر لاعب يسجل لهولندا في كأس العالم بعد جيوفان برونكوست بعمر 35 سنة و151 يوم لما سجل في مرمى أوروجواي عام 2010 في لقاء السيمي فاينال المونديالي. طبعا منتخب هولندا اللي وصل لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 3 مرات متتالية لأول مرة في تاريخه. بقى مدربه الكبير لويس فان خال بثمان انتصارات و3 تعادلات ثالث مدرب لا يخسر في أول 11 مباراة ليه في كأس العالم. ده بعد فليبي سكولاري وماريو زاجال. أرقام كتير جدا للطواحين بكل مكونات الفريق بقى الجهاز الفني وكل اللاعبين. امبارح كنا بنتكلم عن الضربات الموجهة لمنتخب البرازيل والإصابات اللي مش سايبة الفريق في حاله. للأسف تأكد غياب خلاص المهاجم جابريال خيسوس والمدافع أليكس تيليس عن أبطال العالم 5 مرات راقص السامبا خلال ما تبقى من مباريات ببطولة كأس العالم المقامة في قطر بسبب الإصابة. وزي ما قلنا لحضراتكم امبارح فالثنائي خاضع لفحص طبي بعد ماتش الكاميرون ليتبين تعرضهم للإصابة في الركبة. ذكرت تقارير صحفية في البرازيل أن خيسوس بيحتاج لشهر كامل من أجل التعافي، وربما يحتاج أليكس تيليس لتدخل جراحي بعد ما ترك الملعب من مباراة الكاميرون وهو بيبكي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الكاميرون. طبعا بتتضمن قائمة المصابين للمنتخب البرازيلي كل من ظهير الأيمن دانييلو اللي ربما قرب يرجع ويكمل البطولة، كمان الظهير الأيسر أليكس ساندرو، وطبعا دلوقتي بقى بنسبة 99% كل الأسامي اللي قلناها دي خارج مباراة كوريا الجنوبية بكرة في دور 16 من البطولة باستثناء يمكن دانييلو اللي زي ما قلنا قرب يرجع للمشاركة وشارك في المران، وكمان نيمار اللي قرب وبدأ يشارك في التدريبات الجماعية مع راقص السامبا ممكن يلحقوا المباراة القادمة أمام كوريا.